She-Hulk smash. هنبدأ كلامنا بالصلاة طبعا عنك. هنكمل دلوقتي مسلسل شي هالك، ودي الحلقة 8 وبتبدأ بناس بتسرق محل إلكترونيات، لكن فجأة وصل عندهم واحد عامل نفسه خارق ومسمي نفسه الضفدع الحارس، إنما هو اسمه في الطبيعي ليف فروج. ولما حب يعمل نفسه بطل خارق خد جزاؤه والضرب، ولما حب يهرب من الناس اللي بيضربوه جهاز الطيران بتاعه ما ساعدوش قوي فاتقلب على وشه زرع بصل، وكمان بدلته بدأت تتحرق مع إن اللي صنعها ليه قاله إنها بتتحمل درجات حرارة عالية جدا، ولأنه وثق في اللي صنع له البدلة رجله بقى فيها حروق من الدرجة الثالثة، وعلشان كده حب يرفع عليه قضية تعويض بسبب سوء الصناعة، وراح لجينيفر علشان تكون هي المحامية بتاعته، وجينيفر قالت له اعتقد ان انت فعلا تستحق التعويض. ولما سألته مين اللي صنع لك البدلة دي كانت هنا صدمتها، لانه قال لها على واحد اسمه لوك جاكبسون، وهو ده نفس الشخص اللي صنع لها هدومها الخارقة اللي ممكن تناسب حجمها في شكل شيهالك او جينيفر، وكمان هو برضو نفس الشخص اللي بيصنع لها دلوقتي فستان علشان تحضر بيه حفلتها اللي هتتكرم فيها. وعشان كده جينيفر حاولت تخلع من القضية لانها لسه بتتعامل مع لوك، ورحت لمديرها وطلبت منه انه يوكل اي محامي تاني يمسك القضية بدلها، لكن رفض وقال لها ان ابو الولد اللي عندك ده مهم جدا عندي، وكمان هو سعيد ان شيهالك هي اللي هتمسك قضية ابنه. فقالت له انا لسه محتاجة اتعامل مع لوك وكده، ما اظنش انه يوافق يصنع لي اي حاجة تاني. فقال لها خلاص يبقى من الافضل تتوصل الحل مع لوك علشان يرضي موكلك بشكل ودي بدون ما تلجئي لاي محاكم. وجينيفر فعلا راحت له فقال لها انا لسه مخلصش الفستان بتاعك. فقالت له للأسف أنا هنا علشان حاجة تانية خالص، وهي إن في شخص وكلني علشان أرفع قضية عليك لأنه عانى من إصابات خطيرة بسبب خلل في بدلته أنت اللي بعتها لي. ولوك قال لها أنت إزاي تجرؤي تقولي كده على شغلي، أنا شغلي نظيف وعمري ما أصنع حاجة يكون فيها أي عيب. وجينيفر قالت له إحنا لسه ما رفعناش قضية وممكن ما نرفعش أي قضية لو توصلت الحل مع فروج. فقال لها لحظة واحدة، لأن فستانك اللي لسه بصنعه بيكلمني. وراح حضن الفستان وقال له شي هالك مش هتاخد أي شغل تاني من لوك، وهو قطع الفستان قدامها. فقالت له انا دفعت ثمن مقدم يا جدع انت. فقال لها محدش قالك تقولي كلام مش لطيف على شغلي، ومن دلوقتي انت تحت الحظر وكمان بقيتي على القائمة السوداء. فقالت له انا مش هسيبك الا لما اكسب القضية ضدك، هنتقابل في المحكمة. وتاني يوم في المحكمة لوك راح وهو مفيش معاه محامي، والقاضي سأله فين المحامي بتاعك، فقال له هيوصل اهو. والمحامي لما دخل طلع الدير ديفل لكن مسمي نفسه ماثيو مردوك، وكبداية طلب من القاضي انه يرفض القضية وهيقدم له قائمة برضا الزبائن عن المنتجات بتاعت له. وجينيفر قالت له ازاي وانا موكلي مصاب بسبب عطل في صناعه الطقم بتاعه. وبعد كده سالت ماثيو فين الزباين اللي بتقول انهم راضين عن شغل لوك، فقال لها ما ينفعش نذكر اساميهم لان لوك بيتعامل مع ابطال خارقين، واهم حاجه في شغله السريه وانه ما يذكرش اساميهم، وده لانه كل الابطال الخارقين عندهم اعداء، ولو حد منهم اسمه اتعرف ممكن ده يتسبب في اذى ليه وكمان هيتسبب في اذى للمقربين منه. وبعد كده سال فروج ايه نوع الوقود اللي استخدمته في البدله بتاعتك، فقال لهم وقود طائرات. ولوك قال له وقود طائرات ايه يا غبي، دي اول حاجه مخالفه لتعليماتي. وفي الوقت ده القاضي فعلا رفض القضيه لان المشكله هنا جت من سوء الاستخدام حرفيا. ولوك قبل ما يمشي جينيفر اعتذرت له وقالت له يا ريت تسامحني، فقال لها مش انت اتجرأتي على التشكيك في براعتي المهنيه؟ فقالت له طب هو في اي وسيله علشان ترجع تعمل لي شغل؟ فقال لها يا جينيفر يا روحي طبعا لا لان بقيت بكرهك، وسابها ومشي. وجينيفر راحت بار علشان تشرب عصير تفاح وتنسى خسارتها، يعني خسرت القضيه وكمان الراجل اللي بيصنع لها فساتين، لكن فجاه لقت اللي هيفكرها بخسارتها وقاعد قدامها، وكمان جاب لها عصير تفاح على حسابه وطلب منها يقعد معاها. فوافقت وقال لها انا بس كنت بقدم هديه من باب السلام بيني وبينك. فقالت له انت ليه جيت من مكان بعيد علشان تترفع عن لوك؟ فقال لها لانه صنعت لبدلتين وانا مدين لي، وغير كده انا اغلب شغلي مجاني لكن لما بلاقي الفواتير بدات تزيد عليا بترفع لناس اغنياء في بعض القضايا، ودول بقى اللي بيغطوا مصاريفي. فقالت له انت ازاي عايش حياه مزدوجه كده، انا يا دوبك عارفه اكل جنب شغلي. فقال لها انت وضعك حلو جدا علشان تقدري تساعدي الناس بالقانون بصفتك جينيفر، وكمان تقدري تساعدي الناس بصفتك شيهالك لو القانون خذلهم، وبكده تقدري تاخدي الافضل من الشخص اللي في حياتك. وبعد كده استأذنها علشان جاله مكالمة، وكمان شيهالك في نفس الوقت جالها رسالة من واحد اسمه تود وقال لها انا محتاجك في مسألة قانونية ومستعجلة، وطلب منها يقابلها حالا. وماثيو رجع لها بعد ما خلص مكالمته واعتذر منها وقال لها مضطر امشي دلوقتي لان في حاجة حصلت في الشغل، وسابها ومشي. وهي كانت سعيدة جدا لانها قعدت مع راجل، البت دي واقعة اي حاجة في طريقها مش هترحمها. وجينيفر راحت قابلت تود وقالت له ايه المسألة الطارئة اللي كنت عاوزني فيها؟ فقال لها كنت في مساد مؤخرا علشان
تشتري قطعة أثرية، وهناك لقيت رمح أصيل من واكاندا. وبالمناسبة اللي ما يعرفش واكاندا، فدي بلد بلاك بانثر، واللي ما يعرفش مين بلاك بانثر فده بطل من مارفل، وبصراحة أنا شايفه بطل جميل. وكمان ملخص الفيلم بتاعه وبصراحة جامد وفوق الوصف، وهحط لكم اللينك بتاعه في الوصف، ده للي يحب يشوفه. المهم تود قال لها أنا فزت في المزاد $1,000,000، وبدأ يتكلم شوية كلام كده عبيط ويعمل حاجات أعبط. فقالت له أنت جبتني هنا ليه؟ فقال لها لأن واكاندا عاوزة تسترد الرمح، لأن من الواضح إن المستعمرين سرقوه من عندهم، لكن ده مش مهم لأن معايا الوصف. وحاول يقرب منها وقدم لها كاس عصير تفاح فرجعته له تاني. فقال لها خلينا نوقف الألعاب والتظاهر بالخجل لأني معجب بيكي، ومسك إيدها فقرفت منه وضربته وقامت. وأول ما رجعت لبيتها كانت خلصانة ونفسها تنام، لكن فجأة جالها تليفون رن، ولما ردت عليه لقت إن فروج هو اللي بيكلمها، وقال لها الحقيني ولازم تساعديني حالا لأني بتعرض لهجوم. فقالت له قانوني ولا جسدي؟ فقال لها أكيد جسدي، ولكن أعتقد إنه ممكن يكون قانوني برضه. فسألته أنت فين؟ فقال لها أنا في طريق المخبأ السري. فقالت له أنا المفروض يعني إن أعرف فين مخبأك ده؟ ومن الواضح إن هو بيكلمها في واحد فوق عربيته وبيحاول يدخله. وفروج قال لها على مكان تاني هيروح له، وجينيفر قالت له أنا جاية ليك في الطريق. وكمان قررت إنها تلبس بدلة من اللي لوك مصنعها ليها. وفروج كان لسه بيحاول يهرب لحد ما اتفاجئ بشيهالك في وشه فدمرت له العربية، والشخص اللي كان فوقها طار علشان نشوفه وطلع هو دير ديفل. وبص لها بصة مرعبة وقال لها أنصحك تنسيح بي. وشيهالك ما ردتش عليه وقالت لفروج يهرب بسرعة. وزي ما شفتوا شي هالك في النهاية اتغلبت عليه، وكمان عرفت ان هو ماثيو، فاتصدمت وقالت له انت ليه كنت بتدعي انك اعمى؟ قال لها انا اعمى فعلا، بس عندي طريقة تانية بستخدمها للرؤية، ممكن نسميها ان عندي سمع قوي جدا. فقالت له طب انت ليه بتهاجم موكلي؟ فقال لها لانه هو الشرير وخطف لوك ومحتجز وعنده كراهينة. فقالت له ما قلتليش كده ليه قبل ما وقفك؟ فقال لها لانك ما سألتنيش مثلا. فقالت له انا اسفة علشان اعتقدت ان راجل في زي شيطان هو الشرير. فضحك وقال لها بصراحة عندك حق في دي. فقالت له ايه بقى انت طلعت بطل خارق واسمك الشيطان الذهبي ولا ايه؟ فقال لها اسمي دير ديفل، ويلا بينا بقى كفايه كلام لاني لازم انقذ موكلي من موكلي. فقالت له تمام انا جاي معاك. وفروك كان خاطف لوك علشان يجبره انه يصنع له بدله خارقه تانية بكل المواصفات اللي هو عاوزها. وشي هالك كانت بتراقبه من بره وبتقول انا مش مصدق ان المعتوه ده عنده اتباع، ولا تصدق هو فعلا ممكن يبقى عنده اتباع، تلاقيهم موظفين عند ابوه. ودير ديفل قال لها في 25 واحد في المكان، 7 تحتنا و8 قدام شويه و10 في المدخل. فقالت له انت عرفت ازاي؟ فقال لها من دقات قلبهم. فقالت له انت هتنصب عليا من اولها؟ فقال لها انا سامع دقات قلبك برضو وبيدق بسرعه كبيره. وهو فعلا كان كده لانها ما كانتش تمام بصراحه. ودير ديفل قال لها استني هنا هدخل اخلص عليهم وارجع لك. فقالت له لا هدخل انا كمان. فقال لها معاهم اسلحه والموضوع صعب عليك؟ فقالت له اه ما هو انا منيعه ضد الاسلحه لكن ما اهتمش بيها، وقرر ان هو اللي يدخل برضو. وزي ما شفتوا شي هالك اتدخلت برضو، والضفدع خاف وقرر انه يهرب بعد ما اتبعه اتهانه، لكن برضو اتقبض عليه لانه ضفدع فاشل ورجله اتكسرت. وكمان لوك رجع تاني سامع شي هالك وقرر انه يرجع يصنع لها الفستان بتاعها. وبعد ما امورهم بقت كويسه تاني راحت لدير ديفل علشان تقعد معاه، وقالت له مش هتقول اللي حصل للشرطه؟ فقال لها لا انا مش من الناس اللي بتستنى الشرطه علشان بس احفظ سريه هويتي. وبداوا هما الاثنين يشكروا في بعض، ومن الواضح انهم اعجبوا ببعض. وجينيفر قالت له انت هترجع نيويورك امتى؟ فقال لها بكره. فزعلت فقال لها ممكن لما اجي هنا تاني اعزمك على العشاء. وجينيفر ما كانش عندها وقت تضيعه ومش ناويه تستنى لما يجي في المره الجايه، وعملت معاه الغلط بصراحه. انا مش عارف مارفل مالها عاملين بطله منحرفه كده ليه، ومن حسن حظها ان ده اعمى فمش هيعترض على شكلها زي الباقي، مع اني مستغربهم بصراحه انهم مش يعني مش عاجبهم شكلها، بس مش هنختلف هي الناس اذواق نعمل ايه يعني. وتاني يوم دير ديفل مشي من عندها علشان يسافر، ونيك راحت لها وقالت لها انا وانا جايه لك شفت واحد لابس لبس شيطان بره، والغريب ان هو شيطان اه لكن كان ماشي بخجل. ولما فهمت قالت لجينيفر هو انت السبب ولا ايه؟ فقالت لها اه، كانت مبسوطه جدا. ونيك قالت لها يبقى انت الشيطان مش هو. وجينيفر بصت لنا وقالت اعتقد ان الحلقه دي المفروض تكون خلصت لانها كده خلاص خلصت، يعني انتوا لسه بتعملوا ايه هنا؟ وجينيفر لحقتها وقالت لها لا لا استني، لان لسه مشهد الحفله اللي هتتكرمي فيها هيجي دلوقتي في الحلقه دي. وفعلا جهزت نفسها علشان تحضر الحفله ولبست الفستان اللي لوك صنعه ليها، وراحت الحفله وهي كلها ثقه في نفسها وما هيش عارفه اللي هيحصل لها.
ولما دخلت سلمت على مديرها ولقت نيد واقف جنبه وبيشاور لها، فقرفت تاني وعملت مش شايفاه. ومقدم الحفله طلع علشان يسلم جائزه افضل محاميه للعام، وطبعا هي من نصيب جينيفر وولترز، لكن المفاجاه انهم سلموا الجائزه لمحاميات تانيه كتير جدا، وبكده بقى في اكتر من محاميه واخده الجائزه. وفجاه وهما في الحفله الشاشات اشتغلت على ناس بتقول لو عاوزين تعرفوا شي هالك على حقيقتها احنا هنعرفكم، لانها ما تستحقش القوه اللي سرقتها من هالك، وكمان هي ساقطه. وعرضوا لها فيديو وهي مع جوش، وطبعا انتوا كلكم عارفين قصه جوش، واللي ما يعرفش قصته هو من الحلقه اللي فاتت، وكمان اللي برضو ما يعرفش قصته مكسل يشوف الحلقه اللي فاتت، كده كده انا هعرض لكم كل الحلقات مع بعض بعد الفيديو ده كالعاده يعني. وشي هالك اتعصبت وفقدت السيطره على نفسها فكسرت الشاشه، ومن قوه ضربتها المكان انهار وكل الحاضرين خافوا وهربوا. وجينيفر فاقت لما شافت انها اتسببت في رعب للناس، وكمان في مجموعه مقنعين بيصوروها، فراحت وراهم وبدون تفاهم قفشت واحد منهم شبه البرص، وقبل ما تاكله لقت الشرطه بتقول لها تسيبه وتسلم نفسها، فسابته فعلا وسلمت نفسها. وفجاه بصت لنا وهي متعصبه، والحلقه كده خلصت. وبصراحه دي اول حلقه تعجبني من المسلسل ده، واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.